تعالوا اوريكم الصوره اللي المفروض مهزله بجد. ده السيد البدوي في طنطا. انا اول ما شفت الصوره دي على فكره افتكرتها فوتوشوب، وافتكرت ان اللي واقف ده مش ابونا دوماجيوس، وان هم مركبين الصورتين على بعض، لغايه ما حد، انا بجد بجد بشكر جدا 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 كل اللي بيبعت لي اي حاجه، لان بامانه ساعات بكون بدور على حاجه الاقي ربنا بعتها لي عن طريق حد. يعني الصوره لما جاتني الصوره وصلتني كده، حاجه زي كده يعني. بصيت لقيت حد تاني بعت لي الفيديو، فتاكدت ان ما هواش فوتوشوب. الفيديو اهو، وابونا اهو، وداخل الضريح بتاع السيد البدوي فيديو. السؤال لابونا دوماديوس، انت حاطط ايدك على السيد البدوي بتقول ايه؟ يعني ايدك، احنا ما بنروح مثلا ماري جرجس، ماري مينا، قديسه بنوب، اي حد، قديسه دميانه، اي حاجه، بنقول لها صلي من اجلنا وتشفعي عند السيد المسيح انه مثلا يشفي فلان او اي حاجه، صلي صلي من اجل كذا، تشفعي من اجل كذا. انت بقى هنا بتقول له ايه؟ حطت ايدك على ضريحه ايه؟ بالنسبه لك ايه؟ يعني تبرك انك بتاخد بركته زي ما هم بيعملوا، ولا ايه؟ ايه اللي وداك اصلا عنده؟ ليه؟ مش ده اللي شرب ميه البحر كلها؟ المهم انت هنا، انت هنا واقف قدامه اكيد، وانت من ده من اول ما دخلت لغايه ما وصلت للضريح بتقول حاجه، ولما وصلت بتقول حاجه مكمل الكلام برضو. شو الاعلامي؟ مين اللي جه صورك عشان يصورك اللقطه دي او يصورك كده الفيديو ده؟ مين؟ طيب ده الضريح، تعالوا شوفوا السؤال اللي بعدها بيقول ايه؟ قس مصري، زيارتي للحرم الرضوي غيرت وجهة نظري تجاه المسلمين بعد زيارتي الى ايران والتعرف على الاسلام الحقيقي هناك. وجهة نظري اتغيرت على المسلمين، يعني الاسلام الحقيقي في ايران. ولما زرت الأضرحة او الحرم الرضوي اللي هي الضرايح بتاع الحسين واللي 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 واللي، اتغيرت وجهة نظره عن المسلمين. اللي هي بقت ايه يعني؟ يعني الاول كانوا شياطين ودلوقتي بقى ملائكة؟ الاول كان الاسلام وحش وكخ ودلوقتي بقى حلو وجميل وامور، ولا ايه بالظبط؟ يعني اتغيرت وجهة نظرك بقت ايه؟ امنت بالاسلام؟ اعلنها، وش هتفرق عندنا بحاجة خالص؟ تغيرت وجهة نظرك عن الاسلام، ماشي، بالهنا والشفا ليك، بس مش هتقدر تغير ما كتب في القرآن. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب، مش أي حد، مش البوذيين ولا الهندوس ولا ولا ولا، من الذين أوتوا الكتاب. مش عارفة ليه القرآن العداوه بينه وبين اللي اوتوا الكتاب، اليهود والنصارى. ما جابش سير، كان اله الاسلام ما كانش يعرف ان في حاجه اسمها بوذيه ولا هندوسيه ولا 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 اي حاجه. ما يعرفش اله الاسلام غير اليهود والنصارى. ولن يرضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. اشمعنى اليهود والنصارى؟ المهم ايه اللي اتغير في وجهه نظرك عن الاسلام؟ تقدر تغير دي على فكره، حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صغيرون. اوعى تنسى الحته دي. يعني لازم سعادتك او قدسك، طبعا ما ينفعش يتقال عليك قدسك دلوقتي. ما ينفعش. لازم قدسك تعطي الجزيه وانت ذليل، حقير، مذلول، خاضع. والمسلم اللي لو انت اللي قاعد على الكرسي تقوم تقف عشان المسلم يقعد. ذليل. ولازم تقدم الولاء والطاعه ليهم وانت بتدفع الجزيه. هو ده اللي انت تغيرت وجهة نظرك عنهم؟ طيب اللي بعده. الفيديو، بس اوريكم الصورة دي، ايوه دي.
الفيديو ده على صفحته وهو عامله بالمقلوب ده. يعني مش عارفة هل قدسك ما كنتش عارف تعدل الكاميرا عشان هو شايفين 29 دقيقة 29 دقيقة في الفيديو ده. اللقطة دي 6 36 اللي أنا عاملة عليها الدايرة دي هي دي اللي قال أنا اترسمت وأنا عندي 26 سنة. الحتة دي أنا قصها عشان كده. دي في اللقطة في الفيديو اللي على صفحته اللي هو بيقول كده. وشارح بقى فيها ان هو ما هوش مشلوح وما هوش موقوف وما هوش مش عارف ايه ولسه بيعمل قداسات ولسه عامل قداس والخمسين المقدسه ومش عارف ايه وشارح كل حاجه. وانه ما عملش مقارنه بين السيد المسيح والحسين. طب انا قلت لك بالكلمه والحرف انت قلت ايه؟ دي مقارنه ولا مش مقارنه؟ ده كذب منك ان انت ما عملتش مقارنه؟ الكذاب لن يرث ملكوت السماوات. مش كده يا ابونا؟